البنت كانت بتعاني من فقر دم وأنيميا وسوء تغذية، تتعمد تتبول على نفسها. ساعده كله على ايه بقى؟ على ميراث ابوك. اختك كانت بتضرب، احنا ما كناش بنسمع صوتها، بنسمع صوت الضرب بس. لقيت ان البنت متعذبه، ولقيت ان البنت مضروبه، ولقيت البنت بينتقم منها. نزلت بكامل التفاصيل في الشرقيه الزقازيق، نزلت علشان خاطر مشكله الحقيقه غريبه جدا. اتجوز على زوجته، خلف بنتين، توفى من كام شهر، مش دي المشكلة خالص. عنده أبناء تانيين من زوجة قبل كده طبعا، وهي الأولى. البنتين كانوا أسر. كل ما في الأمر تدخل بنت عم الطفلتين دول. في الحقيقة هو فرح ومسك. اللي أنا عايزة أقوله للسادة المشاهدين، هم أكيد ضحية بس مش لوحدهم. يمكن حد من اللي بيشوفني دلوقتي شاف فرح وشاف الست اللي بتعمل كل ده، اللي هي بنت عمهم، بيطلعوا كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان لازم يبقى فيه رد، حد يطلع يقول اللي بيحصل ده كذب، اللي الناس دي بتقوله مش حقيقي. مش عايزة احيركم واشتتكم، انا عايزة اللي يتكلم يبقى واحد مسؤول جوه الموضوع ده، ويشرح ايه اللي حصل بالظبط وليه ده كله بيتعمل. فكان لازم يبقى معايا اخوهم الدكتور احمد. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. ازاي بنت عمكم تلعب باخواتكم كده؟ والله يا فندم هي قدرت انها تسيطر على فرح نتيجة انها مخططة لميراث فرح وميراث مسك الله يرحمها. والموضوع بدأ بعد ما ابويا توفى على طول، كنت انا مسافر بره في السعودية، ونتيجة قفل الطيران والحدود ما كنتش عارف انزل. طبعا تواصلت معها فور وفاة الوالد، وسألتها على البنتين، وبعت لها فلوس عشان تراعي البنتين ويتصرف عليهم. طبعا خدت الفلوس صرفتها على نفسها وعلى عيلتها وعلى زوجها، والكلام ده جالي طبعا من اقاربنا، من اولاد عمنا التانيين. يعني انت هم احتاجوا لك فانت بعت لهم مبلغ؟ بالظبط بالظبط، لان هم ما كانش عندهم معاش من امهم، امهم توفت قبل ابوهم بشهر، ووالدهم توفى بعد والدتهم بشهر، ما حدش طلع معاش لا لامهم ولا لابوهم. اخواتك صابوا عليك فبعت لهم؟ بالظبط بالظبط بعت لهم. اللي عرفك بقى ان هم ما خدوش الفلوس دي؟ اللي عرفني ان هم ال 14000 جنيه اللي انا بعتهم خلصوهم في اسبوع واحد بس، ورجعوا اتصلوا بيا تاني طالبين تاني. فانا استغربت، يعني المبلغ كبير على بنتين، حتى مهما كان دروس ثانويه عامه، اكل وشرب ومصاريف علاج، ما تستدعيش الكلام ده 14000 جنيه في اسبوع. تواصلت مع بنات عمي التانيين ولاد عمي، عرفوني ان الفلوس دي اتاخدت لبنت عمي سحر واخوها واولادها وجوزها، لان هم بلا عمل. سيطرت على البنتين؟ تمام. فرح ومسك واخدتهم من بيت ابوهم الله يرحمه، قعدت قعدتهم عنده. بالظبط بالظبط، قعدتهم عندها. تمام. اقامه كامله؟ اقامه كامله. اقامه كامله في الوقت ده يا فندم، من 13 شهر بالظبط بدات هي تاخد ايجارات البيت. تمام. بس طبعا كانت بتمضي فرح، يعني ما كانتش بتاخدها هي بنفسها، كانت بتمضي فرح، لكن الفلوس بتندفع لسحر او اخوها. يعني البنتين قاعدين في بيت الست دي، واكلين شاربين قايمين رايحين كل حاجه. تمام. طيب تمام. ايجارات البيت؟ ايجارات البيت والشقه التمليك كانت بتتاخد، وما نعرفش بتتصرف فين. يعني انا حسبتها امبارح لقيتها تقريبا فوق ال 80 90 الف. كنتوا بتسيبوا كل الايجارات؟ ما احنا انا سايبين، يعني اخواتي اتواصلوا معايا قلت لهم دول في حاله خاصه لحد ما ننزل ونعمل قرار وصايه ونعمل اعلام وراثه. تمام. خليهم هم بالفلوس دي لحد ما ننزل نشوف مطالبهم ايه، ونقسم بعد كده الميراث على حسب، يعني ايه، على حسب تقسيم شرع ربنا. تمام. اللي اكتشفته بعد كده ان البنت بيساء معاملتها اللي هي مسك. تمام. اتفضل. حضرتك والدك توفى، في بعض الايجارات موجوده في بتلموها كل شهر. بالظبط. انتوا بارادتكم سبتوا الفلوس دي لاخواتكم مسك وفرح لسنهم ولظروفهم. بالظبط يا فندم. بالظبط بالظبط. وطلبت من سحر كذا مره كذا مره انها تروح تعمل قرار وصايه، يعني انا اللي طالب منها هي شخصيا قرار وصايه لحسن ظني فيها.
تمام، كانت بتقول لي لا ده في مشاكل في اسم الجد وفي مشاكل قانونيه مش هنعرف ناخد وصايه، لكن اللي اتضح بعد كده انها ما كانتش عايزه وصايه اصلا، بدليل انها كانت بتسحب الايجارات دي كلها على مدار ال 13 شهر من غير اي رقيب ولا حسيب ولا نيابه حاسبيه ولا حاجه. انا لما جيت من السعوديه من شهر ونص رحت عملت قرار وصايه والقرار موجود معايا، ورحت عملت اعلام وراثه والاعلام الوراثه موجود معايا. فاللي بيحافظ على مال البنتين هو اللي خد الفلوس دي يعني لمده 13 شهر بدون ما يروح ناحيه النيابه الحاسبيه او يروح يبلغ باعلام وراثه او بقرار وصايه، ولا اللي بيحاول يحافظ على البنتين دول او على المال القصر دول هو اللي راح بلغ باعلام الوراثه وقرار الوصايه. تمام؟ اللي راح بلغ، تمام؟ بس فانا فرح ليها كامل الحق في ميراث ابوها، لكن مين الواصي عليها؟ الفلوس دي بتروح فين؟ ده البنت اللي هي مسك تقرير الكشف الطبي عليها وموجود معايا التقرير ان البنت كانت بتعاني من فقر دم وانيميا وسوء تغذيه. حاجه بس مشاهدين، ان مسك دي توفاها الله، هي كانت مريضه سكر واتبهدلت جدا، فركزوا في اللي جاي ده جدا. في بلاغ جه من جاره من جارات سحر، تمام، بلغت خط نجده الطفل، تمام، بلغت ان في بنت اسمها مسك تقيم هي وشقيقتها فرح في بيت بنت عمهم سحر وزوجها عصام واولادها محمد وحسيني وعفاف، والبنت دي بيساء معاملتها وبتتضرب وبتتعذب وبيتقص شعرها بطريقه مش مظبوطه، وبينادى عليها بشتايم، تمام، والصور دي اللي مصوراها جارتها طبعا في غفله من سيطره بنت عمي، تمام، دي صورها وهي واقفه على السلم، تمام، كانت بتوقفها على السلم بست ساعات وسبع ساعات على قعقاب علشان تتعمد تتبول على نفسها، ويبقى يتقال انها عندها اضطراب عصبي وعندها تبول لا ارادي، مع ان كشف الطب الشرعي وكل الكشوفات اللي موجوده في مستشفيات مستشفى الزقازيق العام ومستشفى الاحرار وكشف الطب الشرعي في الطب الشرعي في الزقازيق اثبت ان البنت ما عندهاش اي اصابات نفسيه ولا اضطراب عصبي ولا اي حاجه خالص. تمام، دي طبعا سكر وكانت هي بتضغط عليها بيه. ايوه ده صورتها طبعا متصوره من عند الجاره، من عند الجاره، تمام. عزيزي المشاهدين، دي مسك الله يرحمها. واضح جدا المحضر اتعمل في مجلس الطفل حقيقي، شعرها مقصوص بطريقه عشوائيه جدا سيئه جدا. دي طفله ما عدتش 16 سنة. ده بقى كان بيحصل في مسك الله يرحمها ليه؟ كان بيحصل في مسك الله يرحمها ليه؟ لأنها هي كانت مش متسيطر عليها من سحر سيطرة كاملة. هي كانت نفرة من سحر، مش عايزة تقعد معاها. تمام؟ مش قابلة البيئة بتاعتها. البنت كانت زي الملاك. تمام؟ ما فيهاش أي حاجة خالص. تمام؟ سحر كانت بلانها إن البنت دي تتعذب والأختها تاخد الوصايه عليها وتستغل وصايه اختها بعد ما تجوزها ابنها علشان تستولي على كل ميراث البنتين. هو النزاع ده كله على ايه بقى؟ النزاع ده كله على ميراث ابويا، على البيت، بيت واحد بس، بيت واحد وشقه تمليك موجودين في الزقازيق. موجودين في الزقازيق، اه موجودين في الزقازيق، بيت اربع ادوار وشقه تمليك. سحر ومسك ليك اخوات تانيين؟ فرح ومسك اخواتي من ابويا، وليا اخوات تاني شقاء الاء واسراء. انا الولد الوحيد. كده اربع بنات وانت الولد. وانا الولد، اه تمام. بعد ما اتعمل البلاغ ده يا فندم اتحرك الموضوع على النيابه، تمام. النيابه استدعت سحر وفرح ومسك الله يرحمه، تمام، برفقه مسك راحت لهم متبهدله كده، اه، وراحت برفقه مدام امل اللي هي مندوبه جمعيه صناع الحياه، تمام. راحوا هناك خدوا اقوال البنت. البنت اتخذت اقوالها في محضرين في النيابه. اتعمل محضرين. اتعمل محضرين، المحضر الاول كانت سحر مهدده البنت بعقاب شديد جدا وضرب شديد جدا لو اعترفت بالحقيقه. تمام؟ البنت اضطرت تعترف على نفسها انها هي اللي تسببت في الاصابات دي. وهي عندها علاقات مع شباب خارج يعني خارج نطاق الاسره يعني خارج نطاق الاداب يعني. والمحضر ده اتعمل، وعلى اساس كده النيابه قررت تودع مسك في مركز اسمه مركز التصنيف والتوجيه في العجوزه. البنت بعد ما خدوا القرار دون وزعوها على دار في الزقازيق، وفرح وسحر مشوا من النيابه خلاص.
البنت رجعت تاني للنيابه نتيجه ان مفيش نزلاء بنات في الدار، كانوا كلهم رجاله، تمام؟ فكانت راجعه برفقه مندوبه جمعيه صناع الحياه. عرضت عليها معاه. كلمت معاها وقالت لها يا مسك، انت دلوقتي لوحدك، عندك اقوال تانيه كنت حابه تقوليها وكنت خايفه؟ قالت اه. دخلت هي ومدام امل عبد الباقي لوكيل النيابه، فتح محضر جديد واعترفت تفصيلي على كل الناس اللي عزوها. اعترفت على سحر وعلى عصام وعلى محمد وعفاف وحسين، يعني كل دول كانوا بيضربوها، كل دول كانوا بيضربوها لدرجه يا فندم ان الجيران قالوا ان اختك كانت بتضرب، احنا ما كناش بنسمع صوتها، بنسمع صوت الضرب بس. يعني كانوا شاكين ان البنت كانت بتاخد حاجه علشان ما تقولش، ما تصرخش، تمام؟ اختها ازاي قبلت كده؟ للاسف يا فندم اختها كانت مسيطره عليها من فرح، من سحر، متسيطر عليها سيطره تامه. يعني تشوف اختها بتموت كده وعادي؟ يا فندم ده اللي حصل، ده اللي حصل نتيجه السيطره التامه من سحر. والبنت راحت في مركز التصنيف والتوجيه، بداوا هم هناك يعالجوها وتحسنت شويه، يعني تحسنت نوعا ما، لكن كانت عايزه اختها طول الوقت ده. ما اتصلتش عليك طول الوقت ده يا فندم؟ كانت مضلله العيله كلها. سحر، ما هي مين اللي سلم مسك الله يرحمها في النيابه؟ فرح وسحر ومندوبه جمعيه صناع الحياه. هي الطفله دي بتتعذب بالشكل ده؟ ما كانش في اي تواصل خالص، ما حاولتش تقول لك الحقني خالص، انا خالص متبهدلة. ما انا هقول لحضرتك على حاجه، انت ساعدتهم بفلوس وما اديتش ايدي الخيره. بس انا لما بدات احاسب زياده عن اللزوم واقول الفلوس دي بتروح فين، لا ده انا هنزل اعمل قرار وصايا، خلت فرح تقلب عليا وتعمل لي حظر وتقطع صلتها بيا خالص وتغير تليفوناتها وتختفي خالص، ما عرفتش اوصل لهم خالص. لحد ما عرفت ان انا انزل اجازه من السعوديه واكتشفت كل الحاجات دي. كل الحاجات دي اكتشفتها، لقيت ان البنت متعذبه، ولقيت ان البنت مضروبه، ولقيت البنت بينتقم منها وبتنادى باقزع الالفاظ وبتتشتم وبيحموها كمان في الحمام قصاد ولاد سحر كبار عريانه، تمام؟ قصاد ولاد سحر. هدومها ما بتتغسلش. اللي عرفك بالواقع جيرانها يا فندم اللي قالوا، جيرانها وجيرانها موجودين، ممكن حضرتك تعملي معاهم مداخله وتساليهم. جيرانها كانوا الهدوم بتاعت مسك اللي انت شايفاها دي ما بتتغسلش، بيقولوا لي بينشروها على الـ على الـ على البلكونه ويرجعوا يلبسوها لها تاني. فالبنت اتعذبت تعذيب شديد جدا نتيجه انها مش قابله العيشه مع سحر ومش قابله السيطره بتاعتها. هي كانت عايزه تسيطر على البنتين عشان تسيطر على اللي وراهم، تمام؟ حتى لما دخلت مسك الله يرحمها في دار التصنيف والتوجيه اكتئبت عشان عايزه اختها، اكتئبت عشان نفسها تشوف اختها فرح. ما كانتش بتروح تشوفها. واستاذه شيماء سيد عز الرجال مديره الدار اتصلت بسحر واتصلت بفرح كذا مره. خالات البنت واخواتها اتصلوا بسحر، كانت بتضللهم بتقول لهم ان البنت موجوده في ملجا في السويس وعلشان تشوفوهم لازم اذن من النيابه، كانت بتضللنا كلنا. انا ما عرفتش اصلا ان البنت في مركز اسمه التصنيف والتوجيه غير لما رحت عند مكتب الصحه اللي طلع تصريح الدفن، وعرفت ان البنت ميته في العنايه المركزه في قصر عيني. رحت ثلاجه الموتى في العنايه المركزه وجبت الموضوع من اخره. في مركز التاهيل قعدت شهرين ونص يا فندم او ثلاث شهور بالكتير، بعد كده انتكست خالص، تمام؟ كانت بتتصل بيهم عشان يجوا ما بيجوش، لدرجه ان البنت دخلت خلاص، يعني دخلت قطعت الاكل خالص وبدات انها يغذوها على المحاليل وخلاص، لدرجه ان الدكتور اللي كشف عليها جابت المركز، ما المركز التصنيف والتوجيه ما قصرش معاها، جاب لها دكتور. الدكتور قال البنت دي رافضه الحياه، رافضه الحياه، البنت دي مش يعني اتحملت التعذيب بس مش متحمله اختها وتسيبها، تمام؟ البنت رافضه الحياه، كانوا بيحطوا لها الاكل هنا اهو يطلع تاني، ما مش راضيه تاكل. اتنقلت على عنايه الزيرو في القصر العيني، تمام؟ استاذه شيماء عز الرجال اتصلت بسحر قالت لها تيجي غصب عنك، البنت داخله العنايه المركزه. جت فعلا هي وفرح واحمد العنايه. البنت لما دخلت الطوارئ طبيب الطوارئ قال البنت دي تعرضت للتعذيب. هما سمعت كلمه تعذيب من هنا، نزلوا بتعليمات من المحامين او حاجه زي كده، نزلوا في نقطه اسم شرطه القصر العيني جوه المستشفى، عملوا محضر في استاذه شيماء عز الرجال علشان يأمنوا نفسهم، متهمينها هي بتعذيب البنت. والمحضر موجود في اسم شرطة العجوزة، تمام؟ وخدوا أقوالهم الاثنين في نيابة العجوزة. المحضر اتحفظ لأن تحريات المباحث قالت إن الإصابات في البنت من قبل ما تخش في مركز التصنيف والتوجيه، والمحضر موجود.
فالبنت اتعذبت اتعرضت لتعذيب نفسي وتعذيب جسدي، واتقهرت من غير وجود اب ومن غير وجود ام، واتعزل عنها خالتها واخواتها واولاد عمها. نتيجه ايه؟ نتيجه الورث اللي وراها. البنت بنت 17 سنه يحصل فيها كده؟ موقفكم ايه لما اختكم ماتت كده؟ انا عرفت بوفاه اختي عن طريق خالتها وانا لسه اول ساعه ليا في مصر. اول ساعه ليا في مصر، تاني يوم على طول رحت المقابر عشان اشوف البنت دي اندفنت ازاي. جبت التربي اللي دفنها تمام علشان اعرف. ما انا رحت مركز الصحه مش لاقي لها تصريح دفني. استلم الجثه اصلا احمد وسحر. ما هو ده اللي انا مستغرب له، البنت متوفيه في القصر العيني نتيجه انها داخله في حاله اعياء تام وفقدان وعي. ازاي البنت دي تدفن من غير تحقيق؟ يعني اللي استلمت جثه اختك سحر واحمد ولاد عمها اللي هم اصلا عذبوها، اللي هم عذبوها ودفنوها فين بقى؟ ودفنوها في مقابر العائله تمام. وقالوا لخالتها بلاش حد يبلغ اخوها واخواتها عشان ما يعرفوش، عشان حتى مش خايفين يعني مش عايزين يعرفوا ان احنا ان اختنا ماتت. لا ده عشان ما نجيش نقول ميراث مسك فين، خايفه على الميراث مش عايزه تعرفنا. فخالتها بيقول هي قطه، هي قطه اتدفنت يعني؟ ده بني ادمه، بني ادمه 17 سنه اتعذبت واتقهرت من غير ما حد ينجدها، وجايه تقول يخبي على اخواتها كمان؟ يرضي مين ده يعني؟ كل ده ولسه مفيش وصاية على البنتين دول. بص كل ده ومفيش أي وصاية على البنتين، لأن المستفيد من عدم وجود وصاية هي سحر وأحمد اللي بيسحبوا داخل البيت بدون رقيب ولا حسيب ولا أي حاجة، وبيمضوا البنت اللي اسمها فرح أختي بيمضوها على إيصالات الإيجار، لكن اللي بيمسك الفلوس أحمد وسحر باعترافات من ساكني البيت. ولما أقربائنا من الأب نصحوا سحر قالوا لها انت كده بتأذي فرح لما تخليها تمضي انها خدت ايجارات وهي قاصر، قالت اللي عايز يشتكيها هيشتكيها. يعني هي بتورط البنت كمان. طيب فرح عامله ايه بقى دلوقتي؟ فرح مسيطر عليها سيطره تامه من سحر، و خايفه من اللي حصل لاختها؟ ما اعرفش والله هي خايفه ولا مش خايفه، ده شافت اختها نفسها بتتعذب وماتت. يعني شافت اختها بتتعذب وماتت، انا ما شفتهاش وانا محروق عليها وهي كده. هي شافتها وكانت عايشه معاها وهي كده. هي شافتها وهي عايشه معاها وهي كده. لكن اللي حصل ان سحر خدت فرح وطلعت على الاسم عملت فيها محضر ضرب. علشان ردا على قرار الوصايه وان انا اتحكمت بقى في البيت. ما انا عامل انا اتحكمت في البيت، مفيش حد هياخد ايجارات غير لما يتعين البنت دي وصي. تمام؟ راحت خلت البنت دي عملت فيها محضر ضرب وتعدي عند البيت. والبيت فيه كاميرات، انا طالب من النيابه تفريغ الكاميرات دي لان انا ما شفتش اختي اساسا، انا ما شفتهاش من اول ما جيت. تمام؟ فهي بتحرك البنت زي اللعبه، زي اللعبه، ومسيطره عليها وفاكره ان اخوها بيضرها او اخوها عايز ياخد اللي وراها. لا انت ليكي ورثك ومسك الله يرحمها ليها ورثها، ليها ورثها واحنا لينا ورثنا. الميراث مش مشكلتنا اساسا، مشكلتنا في التعذيب اللي حصل للبنت دي وانها ماتت بعد ابوها بست شهور عشان خاطر اللي طمعان في ميراثها. يعني فرح ولا مرة كلمتك تستنجد بيك من الست دي؟ لا ولا مرة، ولا مرة. وراحت عملت فيك محضر بالضرب. وراحت عملت فيها محضر تعدي بالضرب والطعن في الشرف، وطلعت عليا فيديوهات ومعورة نفسها، وانا ولا مشفتهاش اساسا. يعني انا ما قابلتش فرح اصلا. طب لو اختك شايفاك بتقول ايه؟ فرح؟ اقول لها يا فرح السحر زي التعبان بالظبط، زي التعبان اللي بيلتف حوالين الضحية بتاعته، انت مش حاسة بيها، ناعمة، لكن سمها جوه جسمك. سمها جوه جسمك. تعالي يا بنتي انا عمري ما عملتكوا وحش، انت عارفه من ايام ابوك الله يرحمه ان انا كنت باجي ازوره وباجي ازوركم وبجيب لكم هدايا وبفسحكم وانتوا اخواتي، عمري ما اذيتكم. ما تصدقيش كلام سحر، ما تصدقيش كلام سحر عليا. وريني كده يا امي، مين اللي خبطك وورم دراعك كده يا بنتي؟ سحر. ايه؟ سحر واخوها. سحر ومين؟ واخوها. عملوا كده فيكي ليه يا ام؟ عشان عايزين اعترف اقول على حاجات هم مستنسين بقى ان انا اقولها. عشان تقولي ايه يعني؟ فين العبد اللي عبدله؟ وريني رجلك كده اللي ركبتك؟ الزرق دي يا ماما من ايه دي يا ماما؟ مين اللي خبطها؟ بالحزام. مين اللي ضربك كده بالحزام؟ من عم احمد.
من عمك احمد وضربت ليه كده بالحزام كده؟ عشان برضو كان عايز اعترف بحاجات مش عايزه اقولها. ماشي يا حبيبتي، معلش يا حبيبتي، معلش. ده تقرير الطب الشرعي لمسك الله يرحمها اللي اثبت حالتها كانت ايه قبل ما تروح الدور ده اصلا. قول لي بقى التقرير ده. التقرير ده يا فندم اول حاجه ان البنت عندها اصابات رديه حدثت من المصادمه بجسم او اجسام صلبه راده ايا كانت، كدمات زرقاء في جسمها. ده غير اصلا الجروح اللي حضرتك شايفاها دي، الجروح اللي في رجليها، الجروح دي نتيجه الحرق والتعذيب اللي كانت بتتعرض له مسك الله يرحمه. ذاكر برضو هنا، والجروح دي التهبت بكتيريا كمان، يعني ذاكر تقرير الطب الشرعي ان الجروح ماش ولا جريوبيا ولا جابوا لها اي حاجه ولا اي حاجه ولا اي حاجه ولا اي حاجه، اهملوها تماما. ده بالنسبه للاصابات اللي فيها. بالنسبه للكشف في منطقه القبل والدبر، تمام، كشف عليها التقرير الطب الشرعي وطالع بتصريح بتقرير واضح ان البنت عندها غشاء بكاره من النوع المطاطي وما زال موجود، وعلشان يفض لازم عمليه جراحيه. يعني البنت عذراء بخلاف ما اشعوها عليها وهي عايشه وهي ميته. يعني ما رحموهاش وهي عايشه ولا رحموها وهي ميته. قالوا ايه بقى وهي عايشه ليها على علاقه بشباب؟ عشان كده بنضربها وبنعذبها كده. بالظبط، كانوا مفهميننا كلنا انها على علاقه بشباب، وعلشان كده ايه؟ بيحصل فيها الكلام ده. احنا كنا مضللين ما نعرفش. حتى كمان قالت ان انا وديتها لدكتوره، انا ما اعرفش الدكتوره دي مين، والدكتوره دي كشفت على مسك واكدت الكلام وانها مش بنت. ادي تقرير الكشف الطبي الشرعي اللي هو كل يعني قانونيا يتاخد بيه في النيابه وفي القضاء. ما فيش ولا دكتوره نسا بقى ولا دكتوره. ما ماتت بقى قالوا ايه؟ استمروا في ده؟ استمروا، لسه مطلعين فيديو، لسه مطلعين فيديو مستعينين بايه بقى؟ مستعينين باقوال مسك ساعه لما اعترفت على نفسها. تمام؟ مستعينين بالاقوال دي. هما ضغطوا عليها بيها اصلا. ضغطوا عليها وهددوها بيها، تمام؟ في المحضر اللي اتحفظ. كل ده انا مستغربه غياب اختها فرح. كلنا مستغربين والله يا فندم، يعني كلنا مستغربين كميه السيطره اللي موجوده من سحر على فرح. انا ما صعبتش عليها؟ انا يعني تصعب على اي حد يا فندم، ده في مركز التصنيف والتوجيه والله العظيم الناس مش قادره تشوف صوره مسك الصوره العاديه من غير تعذيب، علشان ما ترجع لهاش ذاكرتها. العنبر اللي كانت بتقيم فيه مسك مقفول لحد دلوقتي، مش قادرين يفتحوه. المبلغه اللي بلغت عن 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 إجارة، تمام، عندها فيديو، تمام، ومسك واقفه على السلم كده، فيديو بقى صوت وصوره، وهي عماله تقول بيضربوني وبيعملوني. حاولت ان انا اوصل للفيديو، الجاره دي حذفته عشان بيأذيها نفسيا، بيأذيها نفسيا كل ما تفتكره حذفته. الموقف ايه بقى دلوقتي؟ البنت دي دلوقتي مصيرها ايه؟ مسك فرح. فرح مصيرها دلوقتي ان انا طالب الوصايه عليها باعتبار ان انا اخوها، تمام، وهي زي ما قلت لحضرتك وقع تحت سيطره سحر، وعايزه تروح بقى في قدام قاضي الوصايه انها تطلب سحر هي الوصيه عليها. لكن الكلام ده مردود عليه عند القاضي، لان انا مش طالب وصايه عشان طمعان في البنت، انا طالب وصايه عشان اقومها واحافظ عليها وانها تبعد عن البيئه اللي هي موجوده فيها، على ما تموتش زي اختها. ما انت فقدت واحده. بعدين سحر غير امين عليها اذا كان هي طالع عليها حكم بالسجن نتيجه انها ضربت اختها. ضربت اختها. هي بقى بتحاول انها تخلي فرح ترفضني كوصي. هي بتحاول او بتملى. ليه فرح مش قادره تفهم؟ يعني الجيل ده ذكي، ان مصلحتها معاك انت واخواتها. ما هي يا فندم هي داخله لها من نقطه في مقتل، داخله لها في نقطه، هي بنت عندها 19 سنه ومخليه ابنها حسيني يمسك شباكه عليها باسم الحب وباسم الجواز. حسيني كام سنه؟ حسيني تقريبا 28 سنه حاجه زي كده. البنت دي اصبحت دلوقتي هي قاعده طول الوقت ده مع الشباب دول؟ مع الشباب دول. كل حاجه متجمده، مفيش ورثه تقسم، مفيش ورثه تقسم، مفيش اي حاجه خالص، كل الموضوع ان انا منعتهم ياخدوا الايجارات من غير وصي. ده كل اللي حصل. انا ما استوليتش على ميراث. اللي جراهم يروحوا على المواقع ويعملوا كل الفيديوهات. بالظبط بالظبط، وان انا استوليت على ميراث وان انا طردتها، لا، انا علقت يافطه كبيره وقلت البيت المنزل ملك ورثه جمال سيد محمود الشماعي اللي هم احمد والاء واسراء وفرح القاصر ومسك الله يرحمه. مسك كمان كاتبها على اليافطه. فده مش واحد عايز يتساولي على الميراث.
انا بحاول احافظ لها على الميراث اللي هم ضيعوه يا فندم. مجمل الايجارات اللي خدوها في خلال ال 13 شهر دول 80000 جنيه، ودوهم فين؟ ده غير ان هم استغلوا فرصه ان مفيش رقيب ولا حسيب عليهم في البيت، خدوا عفش ابويا سرقوه باعوه. دكتور احمد، يمكن انت بظروفك وشغلك ودنيتك خارج مصر ليك عذرك، يعني انت في بيت اخواتهم البنات، اخواتهم زي ما قدروش يسيطروا عليهم كده. اخواتهم البنات يا فندم حاولوا يتواصلوا مع فرح، لكن هي بس تسمها فيها من اول وفاة الاب، وكمان يعني اخواتهم غير الشقق. طب خالاتهم البنات، خالاتهم من الام، ما هو حاولوا برضو كذلك. خلت فرح تسبهم باقزع الشتايم اللي ما تطلعش من راجل اصلا، والفيديو متسجل عندهم، التسجيل صوت متسجل عندهم عند خالاتهم. مع خالاتهم، خالاتهم ليه بيشتموا خالاتهم؟ علشان خالاتهم بيتدخلوا بالقدر الغير مسموح ليهم في فرح ومسك. مفيش اي حد عرض ياخد البنتين دول من الست دي؟ لا، بعد ما رميت شباكها. لا، لان هو لو بصيت يا فندم البلاغ قال ان الست صليطه اللسان، ما بتسمحش لاي حد يتدخل، كل الناس بتخاف منها، بتخاف من لسانها، تمام؟ بتيجي يعني بتتبلع على الناس، ترمي بلع على الناس، الناس كلها خايفه منها، خالاتها خايفين منها، تمام؟ فانا قلت لا، انا هقف لها، انا هاخد البنت دي منها بدل ما تضيع زي اختها. اختها ضاعت عندها 16 سنه 17 سنه، لا تفقه شيء عن الحياه خالص، ضاعت عشان صراع على الفلوس. هي الناس بتخاف من صليطه اللسان، الناس بتخاف من اللي صاحب حق، تعمل حساب للمحترم. ما هو يا فندم يعني هي صليطه اللسان بطريقه يعني تخلي الواحد ينفر منها، ما هو ده سبب اصلا ان احنا ما كانش في علاقه ما بيننا وما بينها، كانت العلاقه مقطوعه ما بيننا وما بينها. يعني هقول لحضرتك حاجه، انا نفسي يعني ما قدرتش امسك نفسي لما سمعتها من مديره المركز استاذه شيماء عز الرجال. مديره المركز لما كانوا بيغسلوا مسك الله يرحمها في القصر العيني، المغسله طلبت 250 جنيه. سحر كانت واقفه قالت مش معايا فلوس. ما تلزمهاش. مين اللي دفع الفلوس؟ استاذه شيماء عز الرجال هي اللي دفعتها. يعني البنت دي عشان ورثها اللي ما استمتعتش بيه اصلا ولا لحقت تشوفه، وميتة متغسلة صدقة، وبنت عمها اللي عملت فيها ده كله حتى مش قادرة تدفع لها 250 جنيه تتغسل بيهم، تتغسل بعد ما ماتت خلاص انتهت. حضرتك عايز ايه؟ انا عايز حق البنت اللي تعذبت دي. انا عايز البنت دي ما تبقاش جنحة ضرب، دي جناية تعذيب. دي البنت دي اتعذبت بشكل ممنهج، دي ما اتضربتش ولا تعرض حياتها للخطر، لا دي اتعذبت بغرض الانتقام منها. فأنا عايز حق البنت ده. أنا بناشد السيد المستشار النائب العام بإعادة فتح القضية تاني، وإعادة توصيفها من جنحة ضرب طفلة قاصر بشكل أدى لتعريض حياتها للخطر لجناية تعذيب أفضى إلى الموت. أنا بناشده وبستغيث بيه. سؤال بعد إذنك. اتفضلي. لو هنفترض إن فرح كلمتك وقالت لك خلاص أنا هاجي لك يا أحمد، ليها مكان وسطيكوا؟ ليها مكان فوق راسي، ليها مكان فوق راسي. أنا وهم هي أصلا، هي فرح اسمها فرح إيه؟ أختي. وأنا هسيبها؟ أنا عمري ما كنت، أنا لا سبتها في حياة أبوها ولا هسيبها بعد أبوها. وأنا بعمل الكلام ده كله ليه؟ أنا بعمل الكلام ده كله عشان أحاول على قد ما أقدر أخدها من سحر وأجيب حق أختها اللي ماتت. ما هو سبب الموضوع ده إن نتيجة الأخلاقيات اللي عايشة فيها هناك، شافت أختها بتتعذب قدامها وما عملتش حاجة، شافت أختها شهيقتها من أمها وأبوها بتتعذب وبتتهان وبتتشتم وبتتضرب بعصاية المقشة على رجليها وعلى أيديها، لدرجة إن البنت ما عادتش بتصرخ، قطع الصوت خلاص. الهدوم بتاعت مسك اللي انت شايفاها دي ما بتتغسلش. اتصلوا بسحر كانت بتضللهم، بتقول لهم ان البنت موجوده في ملجا في السويس، وعلشان تشوفوهم لازم اذن من النيابه. تعرضت لتعذيب نفسي وتعذيب جسدي واتقهرت نتيجه الورث اللي وراها، يعني ما رحموهاش وهي عايشه ولا رحموها وهي ميته، وميته متغسله صدقه. والدي لما توفى ما رضيوش يقولوا لنا، احنا عرفنا من الناس هناك. عشان ابسط الموضوع على الساده المشاهدين، الاخوات دول ثلاثه شقايق من اب وام، واثنين شقايق من اب وام، اتفقنا؟ يعني احمد وآلاء واسراء دول اب وام واحد، وفرح ومسك اب وام واحد، بس الاب بينهم مشترك.
طيب لخبطة دي بقى دخول بنت العم ازاي؟ يعني دخلت ازاي تسيطر كده على بنتين واحدة منهم تموت والتانية يعلم بيها ربنا؟ الأمر صعب. طيب اللي ماتت دي هتوجع مين؟ أو وجعت مين؟ وجعت الإخوات اللي من الأب، وجعتهم هما دلوقتي هيتجننوا على حقها. ازاي بقى ما وجعتش أختك شقتك؟ أنا معرفش. انتوا دلوقتي كل الأمة دي عشان ليكوا أخت فقدتوا. اه طبعا، احنا الأول ما عرفنا اللي حصل لمسك احنا انهارنا وأعصابنا، يعني ما تخيلناش ان كل ده ممكن يحصل فيها، ان بنت بالبراءة دي، يعني البنت بشهادة كل الناس بريئة جدا. شفتهاش؟ لا طبعا عارفاها وشفتها، بس من بعد وفاة والدي احنا بنحاول نتواصل معاهم. مفيش اللي كان ممكن. آخر مرة شفتها امتى؟ قبل وفاة والدي لما كنت بروح أشوفه، لأن أنا قاعدة في القاهرة ومتزوجة في القاهرة، فكنت أول ما بنزل الزقازيق لأن أهلي كلهم هناك لازم بعدي على والدي، وكانت البنت هي يعني يمكن مسك كانت قريبة مننا أكتر من فرح، كانت على طول تنزل تجري علينا في المدخل أنا وإسراء أختي. فبنت بريئة جدا. مين وصلك الخبر وفاتها؟ أخويا، لأن أنا مش كنت عارفة أوصلهم خالص. أنا مسك قطعوها عن الحياة تماما ومش عارفين لها أي تواصل. اللي كنا بنتواصل بيها فرح، وكل ما كنا نبعت لها نكلمها يا حبيبتي إحنا عايزين نطمن عليكم، طب طمنونا، طب أنتوا كويسين، على طول بلوكات وعلى طول تقفل في وشنا. ويعني حتى يعني مش عايز أقول لحضرتك إن والدي لما توفى ما رضيوش يقولوا لنا، إحنا عرفنا من الناس هناك. أخوك مبلغك إن مسك الله يرحمها توفى؟ آه، أول ما وصل القاهرة. قلت له ايه بقى؟ كان قراركم ايه؟ والله انا اتصدمت لان بنت عمي هو قفل التليفون وهي صحر نفسها اتصلت بيا، قالت لي اختك ماتت ولو عايزه ورثها روحي خديه. قلت لها ورثها؟ اختي ماتت ازاي؟ اختي ماتت ازاي؟ ازاي طفله زي دي تموت؟ قالت لي ان هي كان ليها برضو نفس الكلام اللي عم يقولوه علاقات بشباب، ولما منعناها عن الشباب دي أثرت على نفسيتها وأثرت على بقت تعمل علاقات مع نفسها، وده أثر على نفسيتها، كل ده تعبنا نفسيا. فرحت قافلة السكة في وشها على طول، واستنتظرت بقى أخويا هو لما يجي علشان نشوف بقى لازم إجراء، يعني لازم. فرح بقى مصيرها إيه معاك؟ إحنا زعلانين جدا ومنهارين ومش عارفين إزاي إن إحنا نرجع البنت دي. صراحة إحنا مش عارفين، لأن هي تسيطر عليها باسم الحب، وبرضه هي طفلة مفيش أب مفيش أم. أكيد كلمتين حلوين كلمتين حنينين. بتقولوا ده يا جماعة كارثة؟ هو في واحد بيحب بنت يقعدوا ببيت واحد؟ يا جماعة ده غلط. طيب جدا. إحنا نعمل إيه؟ طيب قولي ده كارثة يا جماعة. نعمل إيه؟ إحنا عايزين نعرف هي مكانها فين. إحنا اللي عرفناه إن هي واخدها وقاعدة في اسكندرية مع ابنها حسيني ده نفسه، قاعدة في شقة في اسكندرية مع ابنها حسيني ده. طب فين في اسكندرية؟ قولي لنا أنت فين؟ مفيش، ولا نعرف هي مكانها فين لحد دلوقتي. ولما حاولنا نوصل لمسك لما قالوا انها تعبانه ونفسيا وبتاع، دورنا بعتونا على السويس وقالوا اصليه في السويس واصل انتوا لازم تروحوا للنيابه وكلام. فضلنا نلف حوالين نفسينا وفي الاخر كله عمل بلوكات، ما عرفناش نوصل لاي حاجه. انتوا الثلاثه تتكلموا تقولوا ايه؟ شايفين المشكله انتوا فيها دي ازاي؟ والله احنا شايفين ان المشكله دي كلها طمع، كلها طمع. وانا نفسي بقول لاخويا نفسه، اللي بنى البيت راح فين؟ اللي بنى البيت وبنى الفلوس دي كلها لولاده راح فين؟ هم عمالين يدوروا على فلوس. بنت عمرها 16 سنه تتعذب بالطريقه دي، تتعذب بالصوره اللي حضرتك شايفاها دي. ليه هتاخدي ايه وهتروحي بيه فين؟ هتروحي بيه فين؟ اللي بنى البيت راح فين؟ سابه وراح فين؟ احنا الحمد لله مستوانا المادي والاجتماعي كويس جدا، ما فكرناش في فلوس، ولذلك السنه اللي فاتت دي كلها ما كانش في دماغنا البيت خالص. بندور على اخواتنا. انا نفسي قلت لاحمد عشان ما كانش عارف ينزل، قلت له هاتهم وانا هاخدهم، انا هاخدهم يعيشوا معايا. لكن للاسف يعني مش عارف، بنت زي دي عندها السكر، اما تتبهدل ولحمها يتقطع بالصوره دي، لحمها ايه ده؟ ده بني ادمه دي مش بني ادمه، مفيش رحمه. ايه اللي وصل صحر بنت عمك دي تعمل فيكوا كده؟ والله هي برضو ارجع واقول لحضرتك
يعني علاقات قديمة من زمان وكره للمستوى اللي كنا فيه والمستوى اللي هم فيه. والدي ووالدتي قعدوا في الكويت أكتر من 20 سنة، وطبعا حضرتك عارفة زمان مستوى اللي نازل من الخليج عامل ازاي، وهم ما كانش فيه. والبيت ده أساسا والدي شاريه من والدها، فعندها اعتقاد ان والدي سرق البيت من والدها، وده حقها وبيرجع لها. طيب في ورق يقول ده؟ لا مفيش. طب عمك كان عايش قلتي له الكلام ده؟ خدتي حقك منه وهو عايش؟ لا ما خدتش. طب انت دلوقتي قاصر زي دي عايزه تخلصي منها اعتقادك الخاطئ؟ ده اعتقاد خاطئ. وحتى ولو انا هفترض ان والدي سرق والدهم في البيت، هاتي ما يثبت ده وتعالي خدي البيت. اعتقاد هو الدفين بقى. طيب بتبرر تطلعي على بنت ضعيفه ضعيفه ضعيفه. انا ما عرفتش اسمع صوت مسك من يوم ما ابويا مات، اللي بكلمها فرح وعلى طول بلوكات. وبعد ما مسك توفت بعتت لي رساله عشان تشوف احنا مخططين لايه هنعمله في قضيه مسك. انا ما رضيتش ارد عليها. سيدة تقول ايه فيها ايه بقى؟ تقولي انا بعد ما اختي مسك ماتت انا ما لقيتش حد غيرك اكلمه، وعايزاكي تسمعيني وتحتضنيني. طيب تعالي تعالي بقى سيبي اللي عندك وتعالي، وتقدر انها تسيبها وتمشي. تقدر بتروح المعهد بتاعها او الجامعه بتاعتها، تقدر يعني ده لو ركبت مواصلات. وانا بقول لها اهو لو ركبت مواصلات وعارفه مكان اخوها، يمكن ما تعرفش بيتي انا، عارفه مكان اخوها، ولو جت عند بيت ابوها مش هقول عند اخوها، والناس كلها هتتصل بينا وتقول لنا تعالوا خدوا اختكم. فهماني؟ فانا دلوقتي احنا عاوزين ننقذ البنت دي وعايزين حق اللي ماتت دي. حقهم يرجع بس. ان شاء الله ترجع لحضنكم. عارفين انتوا جملة اللي بيجيب الحقوق ربنا واللي بيسدد الحقوق ربنا سبحانه وتعالى؟ الجملة دي انا شفتها في الحلقة دي على ارض الواقع. بنت ماتت اندفنت، شافت اللي شافته وقابلت وجه كريم، الا ان سبحان الله مكتوب لها يجي حقها. مكتوب ناس تعافر وتحاول، يمكن هم على وهي على قيد الحياه ما كانوش قريبين منها اصلا، مخواتها بس برضو، وناس تانية تتوتر وتخاف وتجري شمال وتجري يمين عشان تداري على نفسها، والحق طالعين هنا اطلع هنا وروح هنا وراهم هنا. اول مره وده اول ظهور للدكتور احمد واخته. الموضوع ببساطه أكلم جمهوري أنا بقى، أخين توفاهم الله، واحد باع للتاني نصيبه في البيت، فجه واحد توفى ولاده ما ورثوش، التاني توفى المفروض ولاده يورثوا. قوم ولاد الأخ اللي ولاده ما ورثوش مش عاجبهم ده، تدخل واحدة بنت عمهم ده تسيطر على الصغيرين الضعاف جزء الأضعف، وتعمل الفتنة دي كلها كل ده بحجة ان البيت رجع لنا. البيت ده ابوكم نصب على ابويا فيه. طبعا هي ما بتقولش الكلام ده للصغيرين، لا، الكبار مذاكرينه وعارفينه وحافظينه، لان في ولاد عم تاني شاهدين على ده، يعني في اقارب تانيين شاهدين على ده. طيب وصل الامر ان هي تحتضن الطفلتين دول بحكم طبعا الساده المشاهدين عارفين اكتر مني ان العلاقات ساعات بين الابناء اللي مش شقه بتبقى يعني فيها فتور شويه. ماشي، احتضنت البنتين دول، فتحت لهم بيتها، قعدوا عندها بعد ما الاب توفى، سيطرت عليهم، خلتش اخواتهم يحضروا الدفنه والعزاء ولا بلغت الناس، امور كده هنعديها. ليه هنعديها؟ عشان مش عايزه نقف هنا في حق واحده ماتت،
في جهات تحقيق اللي اتحقق مش بتاعتي انا، ماليش دعوه. هي بقى تقوم بقى بدورها كامل. طيب البنتين بقى موجودين، هي ام لشابين وبنت، فبنتين قصر. ايه ده؟ واحده هتجوزها لابنها وواحده ما بتسمعش كلامها، تلطيش وتعذيب وعندها سكر، اللي هي مسك الله يرحمها. طيب خرجوا خالص من علاقات اخواتهم، اخواتهم حنوا عليهم في الاول، بعت لهم رقم والتاني، ثم قال بالامر المباشر، يمكن الساده مش عايزين خدوا بالهم من ده، روحوا خدوا الايجارات، وامر اخواته الشقه محدش يجي جنب العيال دي لان هم ليهم ظروف خاصه. على ما نشوف هنعمل ايه. بالفعل فرح كانت بتفوت على البيت ساكن ساكن تاخد الايجار. طب الناس دي صادقه بناء على ايه؟ بناء على الايصال. طيب بس ينهال؟ لا طبعا، الناس دي حيه ترزق. عارفه مين اللي خد منها الايجارات؟ اللي هو ايه؟ السكان. ماشي. طرف الخيط بيبدا منين؟ هنا بقى مرحله الورقه. بيبدا من المركز القومي للامومه والطفوله اللي قدم للنائب العام بلاغ ان البنت دي بتتعذب، اللي هي مسك اخت فرح. ده البلاغ، الامومه والطفوله. طيب البلاغ ده اتقدم بناء على ايه؟ بناء عن بلاغ اتقدم من الجاره اللي شافت فيها مسك وصعبت عليها الله يرحمها. قالت لا انا ما اقبلش بده، هي تشكر. قدمت بلاغ للامومه والطفوله. جت الامومه والطفوله، خطبت السيد النائب العام. يعني طرف الخيط بدا من هنا. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ ده عقد البيت اللي بيقول وبيثبت ان عقد البيت ده باسم عقد البيت الاصلي، باسم السيد جمال الشماع الاب المتوفي. يعني سحر وابوها اسمهم مش فيه، عقد الاصلي. هي بتزعم ان ابوها نصب، اتنصب عليه من عمها اهو. طيب اللي جاي ينهال، الاخ طلب وصايه. يعني لو عايز ياكل حقوق بقى مش هيطلب وصايه، الاخ طلب وصايه. ادي اجراء الوصايه. طيب مسك لما اتضربت الناس كلها لامت سحر واتبهدلت كده، الناس برضو الدنيا قامت كده ما عادتش، راحت قايلة ان البنت دي متوترة عصبيا ومجنونة وعندها اضطرابات نفسية، وفي نفس الوقت احنا ايه، هي سلوكياتها كده وطبعها كده والدنيا كده، الا ان طلع تقريب الطب الشرعي بيقول ان هي لا تعاني من اي تأخر طبي. الورق كله معانا. من اي تأخر ذهني. طيب طيب الست في مأزق، يا دي النيلة، ده البت طلعت عقلة مش مجنونة، وبتضرب في نفسها وبتضرب في عيالها ولا نيلة، وجسمها متشرح، خلاص نجيبها في شرفها بقى وفي عرضها. ده البت دي بتعمل علاقات مع شباب وانا بقومها اهي. تقرير من الطب الشرعي بيقول ان البنت عذراء وبكر. طيب على هامش كل ده، هما بيعملين يروحوا المواقع ويروحوا ما اعرفش فين، والدنيا مقلوبه خالص، هما عمالين بيتكلموا بقالهم كتير. يعني جيت والحق احمد اللي طالع يرد عندنا. تواصل معايا امبارح بعد التصوير المحامي بتاعهم. المهم المحامي قدر يوصل لرقم عن طريق زميل باكن له كل الاحترام والتقدير، محسن داوود. المهم المحامي كلمني، يا استاذه انت عندك حلقه بكره. ما سمحتش لده طبعا، برنامجنا برنامج بيقدم صوت بما يرضي الله، محدش هنا بياخد جنيه عشان يطلع يحكي مشكلته خالص، محدش هنا بيطلع يروح اخر الدنيا مقابل جنيه، جنيه ده كتير مليم، وربي شهيد على ده، واللي انا صورت معاهم بقالي 10 سنين مذيعة في المكانه دي يشهدوا لي بده. ده عقد الايجار اللي باسم المحامي اللي كلمني امبارح، واللي مقابل ايه بقى؟
مأجره من توكيل فرح القاصر عاملهوله اهو. هو في قاصر بتعمل توكيل؟ هو بنستف ورق وقوانين اهو. طيب الاخ عايز حق اخته اللي ماتت. الاخ مستغرب هما ازاي استلموا جثتها على العلم ان في حكم محكمه بثلاث سنين في قضيه التعذيب دي، لكن هو لم ينفذ لان هما مستأنفين عليهم. هما مستأنفين على الحكم ده. دي حال فرحه ومسك. معانا الست هويده خاله مسك الله يرحمها وفرح. مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا. عايزه اسال حضرتك، هي مسك كانت فعلا متعذبه كل العذاب ده؟ بص يا حبيبه قلبي، اهم جت بعد توفاه الله على طول، رابع يوم جت من المستشفى سحر هي وفرح وقالت لي عمي وصلها، لو ان انا عارفه ان هي وعمها فيهم مشاكل مش بيحبوا بعض. فاستغربت فقلت لها يا فرح باباك وصى سحر الحق اللي انت، قالت لي اه يا خالته. اه يعني انت موافقه تروحي مع سحر؟ قالت اه. كده الكلام دوت. فانا استغربت قلت انا اللي عامله وصايه، اعمل وصايه واخدها هي واختها. بس هي قالت لي كده، قلت لها خلاص اللي يريحك يا حبيبي. حضرتك كانوا بيتصلوا بيكي؟ بيمدوكي إيه؟ كانوا بيتصلوا بيكي بعد ما راحوا عند بنت عمان؟ انا اللي كنت بتابع مع سحر، لكل ما تحصل مصيبه عايزاني تعالي يا هويده. الو اتفضلي سامع حضرتك كويس. اه تعالي يا هويده اروح مش عارفه ايه، واتابعهم معاها على الماسنجر على التليفونات، وما حصل اللي حصل لمسك وجت قالت لي الحقيني البت بتعمل حاجات مش عارفه ايه ومش حاجات ايه. قلت لها يا نهار ابيض، طب انا جايه لك ولبست ورحت لها. حاجات ايه بقى يا ست هويده؟ معلش الحاجات اللي هي قالوا عليها، يعني اللي هي بتعمل حاجات في نفسها مش نفسها دي. اتفضلي. اه فرحت راح لهم على طول، لبست ونزلت رحت. راحت قايله لي لازم اروح دلوقتي الدكتوره تشوفها عشان لو حد قال لي حد اعتدى عليها من عيالي يبقى معايا حاجه تضمني يا اختي وانت خالتها. رحنا واخدينها وودتنا عند الدكتوره، هي معرفتها هنا في شارع فاروق، عندنا هنا في شارع فاروق. ورحنا راحت بتقول لي يا لهو يا لهو، راحت قالت البت دي مستهلكه. الدكتوره قالت كده. استغفر الله العظيم يا رب. ده اللفظ ده كده والله اللي حصل. فانا بقول لها يا لهوي يا مشك ليه كده، مين يا مشك مش عارفه ايه. المهم البت مش عمرها ما خلوني ادخلي بالعيال واقعد معاهم، لازم حد يقعد معايا، يعني ما اروح ازورهم حتى ما بيسيبونيش اقعد معاهم، حتى اقعد لوحدنا لازم هي يقعدوا معانا. حتى يوم الدكتوره ما قالت كده ما عرفتش ادخلي بالبت حتى واسالها بيني وبينها حتى عشان تقول لي حاجه. المهم رحنا للمحامي. عايزه ايه يا سحر؟ سامعاني حضرتك؟ ايوه سامع حضرتك كويس اتفضلي. اه عايزه ايه يا سحر؟ يعني قالت لي نروح للمحامي دلوقتي وهي تقول الاقوال دي قدام المحامي كلها وانت تمضي شهاده والمحامي شاهد ان هي مش عذراء. عشان ايه؟ قلت لها طب نروح النيابه ونعمل طب شرع. قالت والفضايح بتاعتنا وبتاعتكم يا اختي. سحر قالت لي كده. قلت لها خلاص الورقه دي هتريحك. قالت له عشان بحطها في عين التخين اللي يقول حاجه. شكرا يا ست وايده. اه الف شكر. طيب فرح كانت بتروح تلم ايجار البيت اللي اخواتها بمحض ارادتهم سايبينه هي اللي تلمه وما يشاركوهاش فيه. لو عايزين هما ما يشاركوهاش كانوا وقفوا كل حاجه، ولو عايزين ان البنتين دول ما يورثوش ما كانش الموقف بقى كده، كانوا وقفوا كل حاجه. الايصالات باسم فرح. فرح جمال معانا احد السكان. بعد اذنكم يا اساتذه حاولوا تدخلوا، ده الواقع بتاع الموضوع. عايزه تقولي ايه بقى يا نهال؟ عايزه اقول لكم معلش بحب اجيب الورق انا قوي عشان ايه بيريح. ايوه استاذ احمد مساء الخير احد السكان في البيت. مساء
اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيك يا استاذ احمد. قالوا لي ان فرح كانت هي اللي بتروح تجيب الايجار من البيت كل شهر، بناء عليه كانت بتمضي لحضرتك على الايصالات. ايوه يا فندم، هي حضرتك هي واحمد اللي كانوا بييجوا ياخدوا الايجارات، اوقات هي معاه واوقات هو لوحده. تمضي فرح جمال الشماعة وحضرتك اكيد عارفها. ايوه يا فندم طبعا. طيب وايه بقى اللي حصل في البيت اللي اتفتح واتاخد عفش المرحوم جمال الله يرحمه؟ والله هم بدأوا ان هم بعد عم جمال ما توفى بدأت الحاجة بتنزل حاجة حاجة، شوية أوضة النوم، شوية مش عارفة الأنتريه، شوية الشاشات، شوية الثلاجات، بدأوا ينزلوا حاجة في حاجة لغاية ما فضوا الشقة خالص، وبعد كده قاموا مسكنينها. شكرا. والله مصر فيها ناس لسه بخير، راجل بيشد مش همه حاجة، ساكن في بيت، راجل بيقول كلمة لوكي الله وربنا يحميه بقى بعدها. عايزة أقول حاجة قبل كل حاجة، مسك كانت عذراء، مسك الله يرحمها ربنا ما رد لهاش تموت وتتساب وراها وصمة العار دي. مسك تقرير الطب الشرعي أثبت إن الطفلة دي عذراء، مسك تقرير الطب الشرعي أثبت إن البنت دي خالية من أي تخلف عقلي أو تراجع عقلي. الله يرحمها ويغفر لها.